التقى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء اليوم دكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي ويحيى راشد وزير السياحة. كان المهندس شريف إسماعيل قد أعلن إجراء تعديل وزاري لعدد من الحقائب، مشيرا إلى أن التعديل يتضمن 9 وزراء وتعيين 4 نواب للاستمرار في تنفيذ الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي تتبناه الحكومة. ويناقش مجلس النواب في جلسته العامة اليوم قائمة التعديل الوزاري. وللمزيد من التفاصيل ينضم إلي مباشرة من مجلس النواب الزميل إبراهيم عزت مراسل أون لايف. إبراهيم أهلا بك، ما آخر التفاصيل المتوفرة لديك بشأن التعديل الوزاري المرتقب؟ تحياتي رغدة، أهلا بك. بالفعل أحدثك الآن من أمام مجلس النواب، حيث أتواجد من الساعة 10 صباحا كي أتابع هذا التشكيل. وأخيرا أسدل الستار على أسماء السادة الوزراء الجدد الذين سيتولون من المتوقع يعني عقب التصويت الذي يجرى الآن داخل مقر أروقة مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال. تواصلت مع النائب ثروة بخيت قبل أن أظهر معكم على الهواء منذ لحظات قليلة، والذي أكد لي أن المهندس شريف إسماعيل وصل بالفعل لكي يقدم القائمة وعرضت على المجلس، والآن يتم التصويت. كما أشرت في فحوى الخبر، 9 وزراء جدد سيتولون الحقائب الوزارية، والدكتورة سحر نصر كما أشرت أيضا تقابلت مع دولة الرئيس المهندس شريف إسماعيل لضم وزارتي التعاون الدولي والاستثمار. دكتورة سحر نصر كانت تتولى حقيبة وزارة التعاون الدولي وضمت إليها وزارة الاستثمار. بين يدي الآن أسماء السادة الوزراء الجدد، من المنتظر أن يتم الموافقة أو الرفض على هذه القائمة الآن بحكم لائحة مجلس النواب من قبل أعضاء مجلس النواب. يتم التصويت على إجمالي الأسماء التي أعلن على مجلس النواب. إذا أيضا تحدثنا على بالأمس توردت أخبار، وهذه هي الأخبار المؤكدة إلى الآن، الدكتور علي السيد علي مصلحي كان رئيسا للجنة الاقتصادية بمجلس النواب، وتقدم بالفعل عقب مقابلته مع مهندس شريف إسماعيل، تقدم باستقالته هنا في مجلس النواب ليتولى وزارة التموين والتجارة. كان أشير بالأمس أنه سيتولى وزارة الاستثمار والاقتصاد، ولكن الأنباء الأخيرة والمؤكدة أنه من المعلن عنه أن يتولى حقيبة وزارة التموين والتجارة. أيضا تم الإعلان على 4 نواب للوزراء، وهم الدكتور محمد عبد التواب حسن السيد وهو نائب لوزير الزراعة وشؤون الاستصلاح الزراعي، وأيضا دكتور منى محرز علي حسنين وهي نائب وزير الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية والسمكية والدجاج، وكذلك دكتور صفوت عبد الحميد الحداد وهو نائب وزير الزراعة لشؤون الخدمات والمتابعة، وأخيرا نائب لوزير التخطيط وهو دكتور صلاح عبد الرحمن أحمد عبد الرحمن. هؤلاء هم ال4 نواب للسادة الوزراء، بالإضافة إلى 9 الوزراء الجدد الذي تم الإعلان عنهم. وننتظر الآن وينتظر جميع المصريين التصويت من قبل مجلس النواب على هؤلاء السادة الوزراء الجدد. ينتظر بالتأكيد المصريون القائمة الجديدة والوزراء الجدد كي يأملوا في تحقيق يعني حل بعض المشكلات في الشارع المصري، آملين. نعم، هل هذه الجلسة الذي أعلن منذ قليل وفي انتظار، هل هذه الجلسة محددة؟ نعم. التوقيت، هل هناك ساعة معينة من المنتظر أن تنتهي فيه ويخرج الإعلان بتشكيل المرتقب النهائي؟ لم يكن هناك توقيت محدد رغدة، ولكن
من المفترض أن تنعقد هذه الجلسة من الساعة الثانية ظهرا، ولكن تأخرت وانعقدت منذ دقائق معدودة الآن داخل مجلس النواب. ونعلم أن مجلس النواب بحكم اللائحة ينعقد للتصويت جملة على هذه الترشيحات الجديدة، ولكن لم يكن هناك توقيت معين لانتهاء هذه الجلسة، خصوصا يعني نعلم أن السادة النواب بالتأكيد سيكون من يؤيد ومن يرفض هذه الجملة، وسيحدث هذا هو السؤال التالي. هل من خلال وجودك داخل أروقة مجلس النواب هل ثمت ما لفت انتباهك بين من خلال مناقشات النواب مع بعضهم البعض بشأن هذا التعديل؟ نعم روضة، تابعت منذ الصباح جلسات مجلس النواب، وانعقدت ست جلسات رئيسية هنا في مجلس النواب. تابعت جلسة الصحة وجلسة العلاقات الخارجية وجلسات عدة، وحرصت أن أتحدث مع عدد كبير من السادة النواب وخاصة رؤساء اللجان في مجلس النواب، وكانت نفس هذه الأسماء مطروحة، ربما بعض منها من الأمس عبر وسائل الإعلام غير رسمية بالتأكيد. كان هناك من يقول لي الأفضل أن أوافق في هذه المرحلة على هذا التشكيل، والآخر الذي أكد لي أنه سيرفض هذا التشكيل لأنه لم يرى أنه هو الأمثل في هذا التوقيت. فهناك من معه وهناك من ضد، ونحن الآن في انتظار التصويت النهائي داخل مجلس النواب. نعم بالتأكيد ستكون لنا معك متابعات في خدمات إخبارية لاحقة. إبراهيم عزت مراسل أونلايف مباشرة من مجلس النواب.